السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لكن هو تلفزيون كيستيان أو إذا كي من يحرنتي سأن كل هاي مجالات سين بول عاصمة جبل كني مينيسوتا. كسر هذا برنامج جارة أو أنو كجها اللي دونو دبتشيفكا أما دتك هوملاسكا أو كسر بدن يا جبل كني مينيسوتا أو ولي باي سومالي فر بدننا أي كتران. هذا برنامج دتكاسي أما حالة دتكاسي أي كسر جيهين إيه دمان gudahan xaaladda derbijiifka ba waxa uu ku wargelay wariyaha weyn ee sakriye xayo in ku soo dhawow markii hore ee barnaamijka ee waxa jira dad badan oo gudahan qoomiyadaha kala duwan oo derbijiif ah ama guriya la'aan ah oo dariiqyada jeefsada in Soomaali far badan oo ay ku jirta ee dadkaas halkii ka yimaadeen aad ma sata markii hore barnaamijka ugu soo dhaweeyay waxa jirta مدبا مالمهان قبل كام من صوته حكي جري دواتوين أو فربدن أو دتك هوملس كام دتك دربجيف كلو يقانو هدال على تي مالها قاركود سيلجي أيال وحر حافظ السيرة روكلي حافظها سوق كارملودو توني فوركا وحاجرا إن مدوين كان سنة كاني دتك دربجيف كوسو بتين قبل كام من صوته especially هدان أنا جسي أدو دتك الصوماليين وحا قبل هذا قاركود كي يمي عرور صوماليين ووالد كود كسو عرري هل كمركي يمي هذين مالا سعدان واي كدبنا هوملس كان نغضي دراجس كاستعمالا درب جيف نو نغضي مركواس وحي كنتي إن دولة دهوس قبل كاني مالاها قاركود السلقية كو سميس هدو درب جيف كاس وحا أي سميين دباتة وين إن مالها مجالا ده وعاصم أتذكر كيس إن تندوين السوتين، especially وحكوا جرا قبل يدير الصومال دادو ده حس سديه تمن إلى أفر لاتن سنو أيو ويلل دادو سام إتش أيهين، مركا دت كصوماليين وحبا كم كابتن دت كان يدير ده كيس مالا قاركود يجو توكسناية يجو حكوي دي سناية يجو دت كمكسيكان كا يجو دت كأفريكان أمريكان كا يجو دت ككلا ودت ككنور هوملس كا لجي فا له الدوحة العناية. إيه سلام وين دت كصومالي ده دكان هان وحول هاين إن أي سود ويان وتسلام بركو قف جوبل كلا أما مل ودت كلا كي مديو سود هسنج ره حتى قرابة دك سكو مر كلا جي مادو أما قبيل كقول جي مادو حتى صومالي نبالي سكو سود وين شري إن دت كا أشيء جي سد دليرتي مو وين ده صومالي أو سود وين مركه ربو دتك مركه إيمانا يعني جوبل كان إيمانا يعني فهم الكودي أهل الكودي أي كسو عرري مركه هالكي مادان مرة سنة يعني مركه أهل الكودي يقرب دود especially دتك أنا كل شيء دت قبيلي كان معها دت صومالي كوكر معها ودت يو يدير هالكلا كاني دت هالك كل شوال مركه دواتري مركه أوهايو كي مادو فلوريدا كي مادو كاليفورنيا كي مادو واشنطن كي مادو سياتل كي مادو مركو هالك أي مادو مرة سنة يدك كيسو أو يادو تدك كيس راسو ده إن جيب لوجو علم دونه مش هذي especially قبلها صح مركا وحي راسنا يعني مركا مال إيه وحكيه اللي كران هوملس كنا قوم كران ولا سعطة دربي أيا لك أنا سيد مغادر دشوك كله أدي إيه أم لينس مركا قاركو مش ما حرق حياة حرق حتى قرحيه ما كان عدونا مالي لما جينا مش بيت كلو يقان دربي أيا لك نيجي مالها قاركو دك كل سنة جينا سلجيو أيا له واحد حيابي أنا كواركي تشيني لوس أنجلوس way ka sii daraysa hadda gobolka Minnesota hadaba sida aad waa aad ba umaasantahay sida aad dadka u daawanayaan sida aad uga soo duubtay aad u jeedaan iminka waa kaas waa magaalada bartamiya waa ayaa taandooyin waa legislature halkii ay Carmel oo suuqa Soomaalida u dhaweeyay siliga kaas u jeedana waa suuqii weynaa ee Carmel iyo ka iyo key marketkii oo la xiray siligaas u jeedid awaal aad duubaysid ee dadka aad tusayso meeshaas waxay aan jirtay meel baarkina baabuurta la dhigto sababta loo xiray waxa waa homeless-kii oo tuulooyin ku sugtay waan gartay waxa kale oo igu maqalaa in ay kaniisadaha in ku yaala gobolka Minnesota ay ka faa'iideysanayaan oo dhalinyarada Soomaalida qaarkood ay kaxeeyeen iyagoo de ka faa'iideysanaya duruufta ay dhalinyaradaas ku jiraan arrikaas ka waran aadoo maasantahay maalintii shalay ahayd oo jimco ahayd markaa salaadii jimcada tugnay xaafadda Cedar ayaan ku tukaday shaqada markaa kaimay xaafadda Cedar ayaan ku tukaday kadibna maqaayadda Najib wilka yiraahdo maqaayadda ugu caansan xaafadda Cedar anagoo ku jirna ayaa awaal waxaan noo soo galay wiil dhalinyaro aan hayo hadda sawirkiisa ma rabo inaan dadka tuso oo nin wuxuu ahaan jiray nin aan aniga aqaano daadiis waxaan ku qiyaasaya 40 jir ilaa 60 jir ayuu ahaa ninkaas uu ahaa nin xaafid quraana wuxuu ahaan jiray nin dadka salaada tujiya anigaygan waxaan isla tagnay ninkaasi cimro ayaan isla aadnay oo hooyadiisu maamo aad u fiican ayaa cimro geysay laakiin duruufta darteed wuxuu noqday nin homeless marka shalay
ونوشكي ماشي قلت كوسيني وحياه معجزة ينوشكي وحكم إذا يمكن يسدو إيمانا ميرا هوملس كا إسبيشال دات كصوماليين كعين عيان جينا يا كنيسة كنيسة ده أصل لبك كنيسة دوت أيو شيء وحكلوا نوشك إن دات صومالي أو قالع الكنيسة ده كان حشق عيان مركا المال كانوا ذلك كبدل عيان حتى إيسين عيان كدبنا إليه ونوشكي مركا الكنيسة ده قالوا waxay kuleeyihiin diinta islaamka waa diinta sidaan ka dhigtay waa diinta homeless ka dhigtay waa diinta dadkaaga Soomaaliyeed ee kaaga carareen marka diintani oo kristanka oo ciise masiixi soo gal waa inaad daarataa inaad jeceshahay ciise masiixi inuu yahay ilaahay kadibna wuxuu yiri marka aniga waxa igu dhacdu iyo mucjiso la yaab leh hadda koor yiri shan casho ayaan saaxan waxaan aan cunin gaajuxun iyadoo ehayso ayaan kanisadii tagay marka waxa uu yiri markii kanisadii tagay waa li soo dhaweeyay cunta la siiyay waa li saxiyay waagi markuu bariyay subaxay ay hadana quraac fiican la siiyay waxa uu yiri nimba iimi wuxuu Soomaaliya oo Soomaali ah wuxuu yiri ee warasaytay niyo dibka ku jirto ka saarina marka hore waa inaad diinta kristanka aad soo gashaa wuxuu yiri aniga markii waxaan ahaa nin xaafid quraana mar walba balwada marka iga badiso oo aan soo roonaado quraanka ayaan akhristaa marka soo roonaado subaxay quraac la siiyay ayaan quraan akhristay kadibna ninku waxaan ku yiri wariyaha aniga nin xaafid quraan aanahay weligeena kristan ma noqonay laakiin wuxuu noo sheegay shalay aniga mar walba is soo celin karaa laakiin wuxuu yiri ilaa dad aan ku qiyaasu yiri konton ilaa konton iyo afar gabdho iyo wiilal soomaali ayaa kristanka ku jira inta ka cuna kuwa qaarkood wuxuu yiri waa la gaaliyey oo meesha kama soo baxay waayo qofkii dhalinyarta aanan diinta si fiican u garanayn ee waliba duruufi hayso marka la geeyo meel kaniisada waliba soomaali ay ka dhex shaqaynayso oo qofkii soomaaliga uu qancinayo aad bay u dhib yartahay in uu diintiiba iskaga tago waa runta hadda marka dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa inaad kacdaan caruurta yararka kaniisada la geynayo ee kaniisada lagu abaabinayo waxaabnii sheegi doonaa shan sano ama lix sano ama toban sano kabacdi caruurtaasoo gaalaa inay meesha soomaalida ay degan yihiin moolasha xaafadaha siidar dukaamada iyagoo faafinaya diin kristan inay ni imaan doonaan waayo caruurtan kulligood soomaali kuma hadlaan badankood waxay ku wada hadlaan luqadda ingiriiska caruurta halkan ku kori doontana luqadda ingiriiska ku hadlaan hadda goori goorta intay tahay waa in wax laga gaaro oo loo gudbo ma la soron karaa doorka ay wadaadada kristanku ay qaadanayaan ciyaalka kaga faa'iideysteen waxa ay wax doorkaasi waxa lumiyay walaalada Soomaaliyeed ma la soron karaa wallahi culimada Soomaaliyeed bin way dadaaleen laakiin dadaalkii la rabay in caruurta u qabtaan way ka jifteen masaajidada hadda magaalada ilaa konta way dhaafayaan masaajid walba maalinta jimcada lacag ayaa laga aruuriyaa ilaa masaajidka waxba laga aruuriyo $3,000 ilaa $2,000 ayaa laga aruuriyaa aniga magaalada 6 ilaa 8 sano aan deganay weli ma arkin masaajid uu soo istaagay caruurta Soomaaliyeed ee dhibaataysan kuwa homeleska ah kuwa hadda kaniisadaha la geynayo inay isku imaadaan in ay caawiyaan caawinaad kale maaha in meelaha ay joogaan loo tago la soo kaxeeyo inaad soomaaliyii la tuso makhaayadaha la keeno cunto la siiyo balse waxaamida kale lacago badan ayaa ay magaca soomaalida intay ku qaataan ama ay ka urursadaan waxaana tusaale u ah bishan gudaheegii labo urur bay leeyihiin wadaadadu mid iyaana la yiraahdo iyo mid maas la yiraahdo in xarunta shirarka conventionka waxay ku kareysteen marka la isku geeyo lacag gaaraysa $160,000 lacagtaas ma la soran karaa waxay ahay in wax ay ugu qaban karayeen bulshada soomaaliyeed waa run sida u sheegtay labada urur waa laba urur oo islaamiga oo magaalada ka jira oo soomaali ah labadooduba iska soo horjeedaan September tii hadda soo dhaaftay labadoodu waxay sameysteen confession centerka ayay qabsadeen waxa hore ayaana kuwa la dhaho oo qabsaday kadibna waxaa qabsaday kuwa kale oo islaamig amamas kuwa la yihaahdo waxaa ku baxday waaruntaa $160,000 ayaa meesha lagu ijaartay bal ilaah ayuu ku dhaariyey lacagta $160,000 ee meesha lagu ijaaray 16 saacadood lacag oo dadka wax loo sheegay dadka wax loo sheegi lahaa oo dhalinyarada ahaa waa kuwan darbiyada jiifa waa kuwan kaniisadaha ku jira waa runtaa sidaa sheegtay lacag aad u fara badan baa ka baxday lacag aad u fara badanna way ka heleen oo meesha lacag ayaa lagu geliyay hadda waagii hore anaga magaalada aan joognay muxaadarooyinka lacag laguma geli jirin
فري بي اهان جرتي لكن هذا السيستم كويس بدلي محاضرك استعتبيسو صدم دولار ايا قفك لي قادة اما قطة دولار ماش بوح هيد قناعسي هان مدك لو حد شري حيي سيسيو قف والي بقى قناعسي قيس ايوكو حيي سيسنيه وحاسنا العقبة وحاسنا العقبة هين عروتين السومالين سربا قادة نيس حفيس كنقالها دولد هو سوح هيد المامنين شوية دان اما محوها شرارك نوعنا اي كسو قل يسو كدواد هل مليون دولار والعقا ولا أوله معجزة صعود تواي وحن كلها كلها علماء ذي نعاتك وفي عن علماء في عنها جلتة ومجال هذا وكعدي سيدا الله صعود تبا دلي يردي مع المور ديك تام كاس دباتوي ككيني إني وكعن لكن حن كلها كلها علماء بل كلاف كينا يمل هبدأ كلامي سنتين هدا سلفي تاي هدي على أسلحة تاي هدي على سوفي تاي هدا على التحات تاي هدي على أرسنال تاي وحول بينكينا وسكو خبتان بل بيننا أتم هذا العقدي هذا مدة صومالية ذات كور رسين مركب واحد اللي دب وعليا عروتا صومالية بل فيريو وسكو ما هذا إذا كم من هب كل دوان كلا هيستا مساجد كل دوان كلا هيستا بل إن أسكت ما دان بل عروتا مسا صومالية الدربية الجيفة إما لها قمري وكعباي عندنا دباتنا أول إتاي وسؤالك كرتان كنيسة ده مدوح كوتا لا حافظة ليك ستريت كلها دادير سومال دقيقة قداش هذا أي كوتا لا والأكل كرتا من ده عطام كوتا لا معلمها سبت يحد يهبيك استطاعة عروس سومالي يا فيل كجرت إني ماشي سعدان بطول روسي إيه نواجه وقدم بينتي إيه نواجه توحى صور دباتا وجرتا واي ومستقبل كي دلنيرت ومستقبل كي سوماليات برشاد هالك خلقن إيه ما حاتلا تلا وحنا كسر جيدلها Somali anna ya hadda culimadeena nahay hadda aqoonyahankeena nahay hadda ganacsateena nahay ina hal meel wasa wada jeesano qilaafka dhexdeena ka jira aan iska dhaafno oo aan sameyno urur mideenay dhamaan umada Soomaaliyeed war waxaan awoodnaa bil walba ama maalin walba oo jumca masaajidka wixii saasiino oo ugu talagalay markaas masaajidku wuxuu baahan nalalkii biyihii dadka ka shaqeynay mar walba masaajidka inaan caawino waa xaq laakiin aan sameyno santuuq kale oo lagu qoro war caruurta Soomaalida caawino qofkiiba hal dollar wallahi hadduu ku rido hal dollar hadduu qofkii ku rido oo jumca kasta uu ku rido hal dollar bishii 20,000 ilaa 30,000 oo dollar ayaa aruuri karna oo dad inaan u dhiibno caruurtaas cunto ku siin kara maxaa kaniisaduba cunto siinayaan way imaanayaan meesha imaanay tagal leg street maanta oo maanta soo sabti maaha feeriya waxay imaadaan 3-4 akalaad kaniisadaha imaada baabuur bay wataan iyagoon kaxaynayn xataa cuntay siiyaan marka cunto siiyaan bay caruurta kaxaystaan waa anaga noo diiday inaan meesha tagno cunto siino kaxayno dharka ka bedelno masaajida geyno hadduu rabo dhowd ha ku noqdo laakiin jimco walba haddii lagu noqdo maalinta buu soo hanuuna dadkii aan qabiil waayo waddankani waa ogtay dadku iska qabiil la wareysto waryaa tahay reer hebel loo tagoldo waninkaa nin reer hebel oo homeless waa reerkiisa la waco dadkiisa la raadiyo taasaa kula talinaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wax waa wariyeena weyn ee sakariye xaayow oo aan ka wareysanayay xaaladda derby chiefka oo waliba Soomaali ay ku jiraan oo ku soo badanaya guud ahaan gobolkani Minnesota oo waliba ay u sii badan yihiin labada magaalo ee waaweyn ee Matanaha Minneapolis iyo St. Paul aad iyo aad baad u mahadsan tahay alaamudan waalaikum salaam